عايزين ننتقل للكلام العملي. صم صيام موجه، خلاص اعتبر ده اخر شهر في حياتك، اعتبر ده خلاص ساعات وهتدخل اوضه العمليات، اكثر عمليه في قلبك هتتعمل. عايزين ننتبه يا جماعه، عايزين ننتبه ان ال 30 يوم دول هيتوقف عليهم مصيرك وحياتك كلها. عايزين ناخد بالنا ان رمضان ده امتحان هنخرج منه مش عارف شكلها ايه، كل ساعه في رمضان تروح خساره فادحه لا يعوضها شيء. ليه يا شباب؟ ليه ربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران؟ اشمعنى رمضان اللي ربنا نزل فيه القران؟ لان القران ده المهمه، ده الرساله. فربنا جعل البدايه في رمضان، بدايه الام في رمضان، بدايه تغييرك في رمضان، بدايه تغييرنا كلها هي رمضان. رمضان البدايه الحقيقيه للتغيير والانطلاق الى الله. طب ليه رمضان ربنا خلى رمضان صيام؟ عشان البدايه تبقى بدايه قويه كلها ترفع عن الشهوات وتفرغ لدين الله سبحانه وتعالى. وبعد اية الصيام في سوره البقره ربنا يقول: واذا سالك عبادي عني بدا المسلمين ترتفع ايمانياتهم في معرفه الله ويسالوا عنه فاني قريب. اكثر حاجه تقربك من ربنا هي رمضان، اجيب دعوه الداعي، اكثر حاجه هتخليك مقبول عند الله هي رمضان. عايزين ننتبه يا اخوانا لخطوره الوضع اللي احنا فيه الوقت رمضان عشان نفوز فيه. مطلوب ايه؟ مطلوب خمس حاجات. ايه هما؟ اول حاجه قبل الخمس حاجات لازم كل يوم يبقى حد، ما فيش حاجه اسمها الشهر 30 يوم قطعيه، لا، كل يوم في حد ذاته خطر. وانت في السحور تجدد العزم على العباده القويه جدا في اليوم اللي بعده. لازم يا جماعه ندخل بقوه، ما ينفعش نقع في النص، ما ينفعش، هتبقى مصيبه، هنبقى خسرنا كل حاجه. لازم ننتبه يا جماعه الى ان اليوم هنقسمه اوراق. احنا دلوقتي هنقول خريطه للشغل في رمضان، هنقول برنامج عمل لرمضان، هنقول خطه رمضان، هنقول روشته العنايه المركزه اللي هتتصرف لك لازم تاخديها بكل دقه وكل انضباط في رمضان. احنا دلوقتي هنتكلم عن شهر صغيره الخطوره يا جماعه، يبقى لازم تركزوا معايا، لازم تستعد صح. ده رقم واحد. استعد صح ازاي؟ انك تدخل ناقل على الثالث، ما تدخلش على الاول ولا الثاني، انك تدخل على نظيف. البس ثوب النهارده، ايه الثوب؟ على نظيف، رب ريحتك النهارده. انت بتقول كلام غريب، لا ما بقولش غريب، انا بقول لك ادخل على نظيف واسمع كلامي، صدقني والله العظيم، ادخل على نظيف. ولازم تستقبله صح، استقبال الحبيب للحبيب. يعني ايه؟ يعني اضرب ضربه البدايه. ايه ضربه البدايه؟ ادخل بكل قوه بكره المغرب، احتمال يبقى اول رمضان او بعد المغرب، تبدا بكل قوه عشان قوه الانطلاق تخليك تنطلق ان شاء الله في الطريق. وبعد كده تخطط صح، الخطه اللي هتحطها دي تحطها بين عينيك عشان يبقى كل دقيقه لها برنامجها. بعد كده تجهز صح، انك لو جيت تفطر جاهد ان الخطه تتنفذ، مفيش حاجه اسمها انك تقع باذن الله. بعد كده تعرف ان كل حاجه من فوق مش مجهودك. ايه الخطه بتاعتنا؟ ايه هي روشته العنايه المركزه اللي هتصرف لينا يا جماعه؟ نبدا من صلاه ايه؟ نبدا من صلاه الظهر. صلاه الظهر اول حاجه نبداها بصلاه الظهر مثلا، طبعا احنا نقول لهم ظروف خاصه بعد كده، نبدا ان شاء الله نبدا بصلاه الظهر. اول حاجه اول ما تسمع الاذان تلبي. يعني ايه تكبيره الاحرام؟ لا، تكبيره الاذان. انا مش عايز اقول تكبيره الاحرام دلوقتي، انا عايز اقول تكبيره الاذان. اول ما الاذان يقول الله اكبر كل حاجه تنتهي. ليه؟ لو ما كبرناش ربنا في رمضان هنكبره امتى؟ خمس دقائق يا رب واجي لك؟ انسوا المعامله دي مع ربنا. لا، اول ما يتقدر يقول الله اكبر نلحق الاذان والوضوء، تكبير الوضوء والسنه والصف الاول وتكبيره الاحرام. يبقى تكبيره الاذان دي اول حاجه. بعد كده هنصلي. طب من دور العصر نعمل ايه؟ هنبدا بفقره مفتوحه. الظهر العصر ده هننوع فيه، يعني طول اليوم هو القران والصلاه، انما من الظهر العصر دي الفقره المفتوحه بتاعتنا. هنعمل ايه؟ صلاه رحم، اتصل برحمك، زيارات اخوة واصدقاء، جميل، صناع المعروف، ابدا اشتغل بقى. عندنا مجموعات، يعني الواحد بيشوف مجموعات شباب بيجمعوا بعضهم ويجيبوا عيش ويجيبوا سندوتشات ويجيبوا جبن ويجيبوا لحوم ويقعدوا يعملوا سندوتشات ويقوموا طالعين على الطرق السريعه موزعين على المواقف، بيروحوا بيتهم بعد ربع ساعه من الفطار بس فطروا كام واحد. عايزين بقى نشتغل كده يا رجاله بقى، عايزين الشباب يلموا نفسهم بقى ويبداوا يشتغلوا. الشباب الكبار والكبار لا ليه؟ كل واحد عايز يدخل الجنه يشتغل، والاطفال كل واحد عايز يدخل الجنه يشتغل. ده الفقره المفتوحه من دور العصر، فقره الدعوه، الشغل في الدعوه يا جماعه. اللي عايز يشتغل في الدعوه لازم كل واحد يوزع في رمضان ده على الاقل 100 شريط، والله العظيم يا جماعه قليل. ولو معاك مال ربنا هيسالك. وكتيبات، كتيبات دكتور محمد العريفي، روح استلم المكتبات الاسلاميه وحطها في عينات الاطباء. ايه المانع؟ حاجه في قمه الروعه والجمال. شرايط الطب اللي اثرت فيك او فيك، روح حتى وزعها على الناس وعلى المواصلات. لازم يا جماعه، مشاريع صناع المعروف، مشاريع الدعوه الى الله والنزول للدعوه ودعوه اصحابك والتربيط مع اصحابك عشان التراويح والتهجد، ولو عامل عزومه في الفطار بقى ساعه الفطار. يبقى اذا دي فتره المفتوحه اللي احنا بنشتغل فيها باذن الله سبحانه وتعالى بانفتاحها. خلاص يا جماعه، خلاص يا رجاله، دي اول حاجه. بعد كده صلاه العصر، تكبيره الايه؟ الاحرام، لا، تكبيره الاذان. تكبير الاذان. طب من العصر للمغرب هنعمل ايه؟ هنعمل اخطر ورد في اليوم كله. ايه هو؟ التحضير للتراويح.
الجزء اللي هيتقلي في الترويح بالليل ده هتضله من الوقت ده هتضله ازاي بدل ما تنام مسرحان حرام حرام كل يوم كل شهر 3 ساعات 30 يوم نقف رجلنا ورا احنا مش فاكرين مش فاهمين حاجه لا نحضر الجزء نقراه او نسمع تفسيره او نقرا تفسيره او نقراه بخشوع شديد وهتدعيلي والله العظيم لما تقف في صلاه التراويح تلاقي كل حاجه بتغير في قلبك. طيب وقبل الفطار الدعاء اتصلوا على رقم 222 الرقم الخيري. ايه الرقم الخيري ده؟ واحد صاحبنا قالها لواحد فقعد يتصل 222 محدش بيرد عليا. قال له يا ابني ركعتين الساعة 2 بدمعتين لربنا سبحانه وتعالى. الدعاء في المسجد اوعى يبقى بره المسجد. الفطار نعمل فيه ايه؟ كل يوم افطر مع والدتك، افطر مع روحك، افطر مع قرايبك، افطر مع اخوانك، اعزم على الفطار، اعزم جيرانك على الفطار النهارده وروحك بكره واصحابك بعده وقرايبك بعده. يا جماعه لازم الفطار ده الاورد عباده رهيب رهيب، لازم نفطر الناس كلها، نورط تفكيرها في تفكير الناس بقى. طيب وبعد كده ها من المغرب للعشاء ننزل جري على المسجد عشان الجزء يتقري تاني باذن الله سبحانه وتعالى، عشان نقرا الجزء المره الثانيه باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يبقى كده قرينا الجزء مرتين. نقف في التراويح ابشر بقى بخير التراويح مرت عليك منذ ولادتك امك. خلاص صلينا التراويح، بعد التراويح هنعمل ايه؟ لا كلام ولا سلام، نروح بيوتنا لو في مشوار دعوي سريع ولا اي حاجه وخلاص نروح بيوتنا عشان ناكل وننام. نصحى للتهجد، التهجد التراويح عملنا فيها ختم على مدى الشهر، ختم السماع. ختم السماع ليه؟ لان احنا لما نسمع القران طول الشهر كاننا ختمناه مره بس ختم السماع. طيب التهجد لازم نتعود على التهجد الفردي بقى، قيام الليل الفردي لازم، وادارات المساجد اعملوا تهجد، انقذوا الشباب اعملوا لهم بيئه. ايه المشكله لما تجيب مقرئ ولا اثنين مقرئين متبرعين ولا باجر يتيم ونعمل بيئه للشباب بدل الخيام الرمضانيه والسهر قدام التلفزيونات؟ يبقى نعمل التهجد وتقوم في بيتك التهجد على قد ما تقدري. طيب جميل، بعد كده السحور، بعد كده صلاه الفجر، جلسه الضحى اخطر ساعه في اليوم، الساعه اللي لو بداتها صح اليوم كله صح، البدايه بتاعت القاصره بتاعت اليوم كله. يبقى اذا جلسه الضحى يا شباب 30 حجه 30 عمره 30 غزوه، مجاهد عابد حج معتمر قطعت الدنيا كلها عبال وجهاد. يبقى الساعه دي خطيره، يبقى ساعه جلسه الضحى جديه، ما يقعدش بقى الناس في المسجد ده يكلم ده وده، لا وشك للمصحف باصص للقبله ساعه في قمه الجديه، وتقوم بعدها تصلي 4 ركعات لله ربنا يكفيك طول اليوم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه رب العزه في حديث القدسي: عبدي لا تعجز ان تصلي لي 4 ركعات اول النهار اكفيك اخره رزق وكل حاجه. طيب من الضحى للظهر يا سيدي نام روح شغلك. ما ننساش ننوه على ان في رمضان المشغولين، انا بروح شغلي خلاص عندك من العصر للضحى، وانت عندك بقى من ايه؟ من الضحى للعصر اعمل اللي انت عايزه وروح شغلك ونام. رمضان الستات انا عندي 3 عيال لسه اطفال هعمل ايه؟ يا ستي اذا كنت مش هتقدر تصلي تراويح تحت عندك 1000 عبادة تعملها ما تضيعيش رمضان. رمضان المعتمرين انا رايح عمره اعمل ايه اللي انت بتقوله؟ كل اللي قلناه بس تزود عليه الطواف حوالين الكعبه بعد كل صلاه، انت رايح تطوف وتدعي اوعى تنسى العباده الخطيره دي. طيب رمضان المحترفين اللي عايز يبقى داعيه بكره الصبح طول النهار كل وظيفتك انك تقرا تفسير الجزء بتاع النهارده، وبالليل من اول المغرب لغايه الفجر كل وظيفتك انك تقوم بيه الليل وتتهجد بيه وتقراه في التراويح وتقراه من المغرب والعشاء مره ثانيه، بحيث انك هتخرج في الاخر وجبه قرانيه خطيره. خلاص يا رجاله يعني انا يعني حاولت ان انا الم على قد ما اقدر،